يجب الناس أن تكتشف وتضع هؤلاء في حجمهم الصحيح، وتقول لهم أنتم ناس لا تنفعون ولا تفيدون، وتتحدثون فقط عن الدولة الإسلامية وعن الخلافة، ولا تتحدثون عن مآسي الناس ومشاكلهم. أكو واحد، شفت واحد منهم اليوم تحدث عن الفقر، عن البطالة؟ شفت واحد منهم تحدث عن الجهل؟ هل قدم لنا مشروع كيف نتخلص من الجهل، كيف نطور إنسان؟ كل مواضيعهم أكو تشكيك بالأنبياء، وأكو ملحدين، قضايا كلها ميتافيزيق خارج الكرة الأرضية، في الآخرة، في الغيب. لا أحد يتحدث عن مشاكل الناس اليومية التي تلاقي الأمرين. لماذا؟ ما فائدة هؤلاء بالنهاية؟ وبالأقصى الشيء اللي يسوي دولة إسلامية ويحط له غيمة أو عمامة على رأسه ويحكم ويأمر وينهي، يحدد من يعبد الله ومن لا يعبد الله، من صام ومن فطر ومن امتنع عن الصلاة، بالضبط حكم داعش. هو هذا النموذج الأكبر مالتهم، يعني ما عنده شيء آخر بعدها. ولهذا شوف الدولة، الدول الإسلامية اللي أسسوها دول فاشلة، لأنها لا تفكر بالإنسان، تفكر بالرحمن فقط. وعندما تجي تقول له يا با شنو، يقول لك لا العمل الصالح. تعرفون شنو العمل الصالح؟ أسأل أقول له شنو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو تؤدي الفرائض، أن تصلي والصوم وتروح الزكاة، مو العمل الصالح تسوي ما إحسان للناس. لا، هذا الوهم اللي أدى الناس. العمل الصالح هو العمل، خلي بالك، الموافق لشرع الله جل وعلا، الصادر عن محبة لله وتعظيم له جل وعلا، المتضمن للإخلاص، الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، هذه قواعد عامة وأصول عامة، تستطيع أن تدرج تحت هذه القواعد والأصول أي نوع من أنواع العمل الصالح. التوحيد أعلى الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال الصالحة، ثم الصلاة، وبعد ذلك الصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأي عمل، أي عمل للدين أو للدنيا بلا إخلاص فهو عمل باطل، حابط، فاسد، لا قبول له. إذن الصالحات ما هي؟ التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أختم وأقول: كلما نرفض السماح لهؤلاء لأن يتطاولون وأن يأكلون من جرف الحضارة والتحضر والحياة، كلما إحنا نخسر. نقلب المعادلة وإحنا اللي نكسب منهم، وسترون هؤلاء كيف يتحولون إلى جرذان يطلبون الرحمة منا، وطالما فعلوا هذا.